جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. في البدايه بحب امسي على الكابتن اسامه حسني والكابتن ايمن اشرف، وبقول له كابتن ايمن بجد انت من ارجل اللعيبه اللي شفتها في مصر وخصوصا في النادي الاهلي، من المدافعين القليلين قوي اللي بتلعب برجوله، بتلعب في اي مكان يطلب منك. شخصيه محترمه جدا. مبسوط جدا ان انت موجود النهارده على قناه نادينا الاهلي في برنامج حوار خاص. الطلب بس اللي عايز له منك. انا حنان غانم، ام نور الدين مصطفى، عاشقه للنادي الاهلي الكيان العظيم نادي القرن، وبوجه رساله للاعب الكبير والمدافع العظيم المخضرم المحترم ايمن اشرف. انت في وسط النادي الاهلي، في وسط الاهلاويه، وانت فخر لينا، واعتبرنا كلنا عيلتك الصغيره وعيلتك الكبيره، وانت كل واحده فينا اعتبرها اختك، اعتبرها والدتك، وربنا يكتب لك السعاده في حياتك الشخصيه وحياتك الكرويه، وتحقق كل اللي تمناه. ويا رب يا رب يا رب نحقق بطوله الدوري، دوري ابطال افريقيا السنه دي يا رب ان شاء الله باذن الله، ونفوز بالتاسعه بقى وتشيلها ان شاء الله باذن الله يا كابتن ايمن. السلام عليكم كابتن أسامة حسني وعلى ضيفك الجميل كابتن أيمن أشرف. حقيقة أول مرة يمكن أعمل مداخلة على القناة، بس حبيت أشارك مع كابتن أيمن أشرف وأقول له جود جوب الفترة في حياتك كلها. الحقيقة عمل شغل ممتاز جدا ما شاء الله، حتى وصل للمنتخب وشفنا بيلعب مع المنتخب مع كابتن أسامة البدري. أيمن الحقيقة غالي جدا على جمهور النادي الأهلي، إنهم اللعيبة اللي لسه عندهم الروح والحماس بتاعت النادي الاهلي، يعني بيبقى عايز دايما بسبب تعادل. شفته يمكن قريب في احدى الماتشات، جبنا هدف التعادل وهو جري على اللعيب، لا احنا عايزين نكسب. يعني عارف من اللعيبه اللي لسه عندهم روح الفانيلا اللي احنا يعني محتاجينها جدا الفتره اللي جايه. ان شاء الله الامور ترجع تاني، ان شاء الله نرجع تاني لشغلنا ونرجع تاني لحياتنا الطبيعيه وترجع الكوره ونرجع تاني باذن الله ناخد بطولات كمان. النادي الاهلي عايزين نركز الفتره الجايه ان شاء الله ناخد بطوله افريقيا باذن الله. تمنياتي بالتوفيق ليك دايما كابتن ايمن، عزيز علينا جدا، وان شاء الله كده نشوفك في احسن حال. شكرا لكم. مساء الخير، انا ولاء اهلاويه وبعشق النادي الاهلي جدا. حابه اقول لك كابتن ايمن اشرف ان انت من اللعيبه الرجاله جدا، لاعب روح النادي الاهلي، فيك من روح اللعيبه الابطال بتاع زمان، جيل ابو تريكه، حسام غالي، عماد متعب، عماد النحاس، وائل جمعه. تعال كلمه منك لجمهور النادي الاهلي. طبعا طبعا بشكرهم طبعا مساندتهم ليا، وان شاء الله دايما ابقى عند حسن ظنهم ان شاء الله. طيب عايز اخدك بقى لكاس الامم الافريقيه اللي كانت مقامه في مصر، وانت كنت احد اللاعبين اللي